مساء الخير جميعا. بس لأنه شوي لحد أنا ثمان طلاب، نستنى شوي يزيد عدد الطلاب. بنكمل إن شاء الله محاضرة المرة الماضية وبنبدأ بالجزء الثاني تبع الإنزيم. طبعا احنا حكينا وبرجع باكد، راح اكتب اعلان كمان شوي انه راح يكون في عنا الاحد الجاي ان شاء الله كويز بوقت المحاضره. راح يكون باول ثلاث محاضرات. طبعا الكويز راح يكون عبارة عن ضع دائرة وكم سؤال، راح يكون عبارة عن short answer. اوكي شباب وصبايا، سامعيني؟ سامعينك دكتورة، سامعينك. طيب كويس، لأنه ولا حدا عقب موضوع الكويز، فخايف يوم الأحد يجي ويحكوا لي ما تخبرناش إنه في كويز. لا دكتورة، أنت فصلي وإحنا بنلبس. هم تكونوا سامعين وجاهزين. طيب بس لأنه بعد في ناس تبعت request for join. طيب فإذا حكينا رح يكون الكويز إن شاء الله بأول محاضرة اللي حكينا فيها عن الأمينو أسيد أند بيبتايد، بعدين الستركتشرز أوف بروتين اللي حكينا عنهم البرايمري والسكندري والترشري والكواترنري، وآخر إشي لما شرحنا عن الكلاسيفيكيشن أوف بروتين بيز أون أوفر أول شيب، لما شرحنا عن الجلوبير بروتين والفايبرس بروتين. ترى كم مدة الكويز؟ هي حسب عدد الأسئلة، صراحة لسه ما قررت حد الأسئلة، بس راح يكون بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة يعني. كم عدد الأسئلة؟ كم عدد الأسئلة من 10 إلى 15؟ نفس الشيء يعني. والعدد الأسئلة من 3 إلى 5 أسئلة؟ لا طبعاً راح يكون إذا ملتي بال راح يكون عددهم أكبر يعني. نفس الشيء ممكن يكون من 10 إلى 15 سؤال. تمام، 10 15 سؤال يعني مبدئيا صراحه، لانه انا لسه ما كتبت، ممكن انا بتصفح الماده اشوف انه ممكن عددهم اقل بشوي اكثر بشوي، لسه مش مقرره يعني، بس هذا الرينج 10 15 سؤال كله مع الشورت والان مع الشورت والمالتيبل، صح؟ كلياته. تمام. العلامة دكتوره. نعم تفضلي. العلامه من كم دكتوره؟ ممكن تكون من 10 مبدئيا. ماشي دكتورة، خلي أول مرة يكون كله multiple choice. لا بالعكس، أول مرة اللي راح يكون هو multiple وشورت أنسر، بعدين بقرر راح يضل هيك النمط ولا أخليه كله multiple. طب دكتورة شورت يعني بيكون سؤال سؤالين؟ كيف يعني؟ يعني مش نص بالنص أو مثلا هيك؟ لا يعني ممكن يجيكم 10 مثلا ملتيبل وخمسة شورت انسر. اوكي يعني ما راح يجيكم اشي عدد ولا اعمل، لا راح يكون زي نظام الامتحانات يعني. اوكي تمام دكتور. طيب هلا بنكمل المحاضرة الماضية.
واضحة هون الشاشة أمامكم؟ واضحة. طيب شرحنا إحنا المحاضرة الماضية عن الإنزيمات، وحكينا إن الإنزيمات هم عبارة عن بروتين ذات أكسيليريت ذا كيميكال رياكشن إن أورز بدي، وحكينا إن الإنزيمات فعلياً بتسرع التفاعل الكيميائي عن طريق إنها بتنقص إشي سميناه الأكتيفيشن إنرجي أو إنرجي أوف أكتيفيشن. طب هلا بدنا نحكي عن الفاكتورز، العوامل اللي بتأثر على الرياكشن فيلوسيتي، العوامل اللي بتأثر على سرعة التفاعل. أول عامل اللي هو السبستريت كونسنتريشن، اللي هو تركيز المواد الأولية. برأيكم كل ما بزيد السبستريت المواد الأولية سرعة الرياكشن رح تزيد ولا رح تقل؟ رح تقل. لما بزيد المواد الأولية السبستريت بزيد وقت التفاعل، مش بتزيد وقت التفاعل، بده يزيد كمية البرودكت اللي بتطلع عندي. احنا عادة منقيس الفيلوسيتي the rate or velocity of reaction، يعني منعرف التفاعل هو is the number of substrate molecules converted to product per unit time. يعني احنا ما بنحكي عن velocity of reaction سرعة التفاعل، مقصود فيه قديش بطلع عندي او قديش عدد السبستريت اللي بحولهم لبرودكت خلال مثلا دقيقة واحدة او خلال ساعة واحدة، يعني per unit time. هذا هو تعريف velocity of reaction سرعة التفاعل. فإحنا كل ما منزيد السبستريت كونسنتريشن، يعني كل ما بزيد المواد الأولية اللي بدخلها على الإنزيم، كمية البرودكت اللي رح تطلع رح تكون قليلة ولا رح تكون زيادة؟ زيادة. رح تكون زيادة. زيادة. بالضبط. فإذا أنا كل ما بزيد السبستريت كونسنتريشن، كل ما بزيد المواد الأولية the velocity of reaction رح تزيد، لكن رح أوصل عند حد معين من سمي الساتوريشن الإشباع، بعديها ببطل يزيد في عندي البرودكت. رح نشرحه كمان شوي. طيب فإذا بما أننا إحنا حكينا velocity of reaction تعريفها is the number of substrate molecules converted to product per unit time، عدد البرودكت اللي بتطلع عندي per unit time، فعادة velocity بيعبروا عنها as micromole of product formed per minute. طبعا احنا نعرف المايكرومول هي وحده قياس، اوكي، تركيز، فبيعتبروا الفيلوسيتي او بيعبروا عنها بمايكرومول قديش عندي عدد برودكت بالمايكرومول بتكون بالدقيقه الواحده. طيب فزي ما حكينا قبل شوي، انا بالبدايه كل ما بزيد تركيز السبستريت الرياكشن فيلوسيتي سرعه الرياكشن راح تزيد لحد ما اوصل لقيمه اسمها الفي ماكس. هياتها اوكي. فبحكي لنا the rate of enzyme catalyzed reaction increases with the substrate concentration، يعني reaction velocity رح يزيد كل ما بزيد substrate concentration لحد ما اوصل للفي ماكس. الفي ماكس اللي هي اقصى سرعة ممكن يشتغل فيها الانزيم. بعد ما أوصل هاي الـ Vmax، شو ما بزيد من تركيز السبستريت خلص الـ Reaction Velocity رح تظلها ثابتة، لأني بوصل لحالة ما نسميها Saturation. شو يعني Saturation؟ إشباع، اللي هو الإشباع. يعني كيف؟ بدياكم تطلعوا على المنحنى أو الرسم اللي تحت. هاي الرسمة بتوضح العلاقة بين السبستريت Concentration أو Concentration of Substrate مع الفيلوسيتي للرياكشن، وهذا اللون الأصفر هو إيش؟ الإنزيم، أوكي؟ واللي لونهم أورنج هدول يعتبروا إيش؟ السبستريت، يعني هاي اللي هون عبارة عن السبستريت، وهاي هو إيش؟ الإنزيم. فأنا هون في البداية هذا الإنزيم كم بايندينج سايت عليه؟ كم مكان بيقدر يرتبط عليه سبستريت؟ واحد. لا انت بدك تطلي هنا انه كم انزيم عندي وكم بايندينج سايتينج عليه. ستة، اوكي. يعني هون عندي مكان 1 2 3 4 5 6، ماشي. طب بالبدايه لما بيكون تركيز السبستريت 2، يعني عندي 2 مولكيولز اوف سبستريت، رح يرتبط على كم مكان؟
على اثنين. على اثنين. طيب بعدين إذا زدت تركيز السبستريت مثلاً لهون لهاي النقطة. مثلاً صار تركيز السبستريت 4. كل ما يعني لما زدت له 4 على كم مكان، على كم مكان أكتيف سايت رح ترتبط هاي السبستريت؟ على 4. 4. طب بالبداية لما حطيت 2 سبستريت كم برودكت رح يطلع عندي؟ 2. 2. لما زدت السبستريت ل 4 كم برودكت رح يطلع عندي؟ 4. 4. طب لما بزيدها ل 5 رح يرتبط 5 على 5 كم برودكت رح يطلع عندي؟ 5. لما بوصل لهون عندي 6، يعني تركيز السبستريت 6 مولكيولز. اوكي، على كم مكان رح يرتبطوا؟ على 6. على 6. هون 1 2 3 4 5 6. فبشوف انا كل بالبدايه كل ما بزيد السبستريت كونسنتريشن سرعه التفاعل شو رح تصير فيها؟ رح تضلها تزيد لحد ما اوصل للساتوريشن الاشباع، يعني كل الاكتيف سايت تبعون الانزيم ايش صار مالهم؟ التعبوا بالسبستريت، يرتبطوا بالسبستريت. طيب بعد هيك لو حطيت سبستريت 15 مولكيولز هل رح يطلع عندي 15 برودكت؟ لا لا، بيثبت التفاعل. كم اكتيف سايت عندي؟ بس 6. بس 6، لانه انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6. اوكي، فهون الانزيم ساتوريتد، الانزيم ايش صار فيه؟ اشبع. لو بزيد السبستريت ل 20 اوكي، كم سبستريت رح يقدر يرتبط مع الانزيم؟ 6. بس 6 على اللي موجوده على الاماكن اللي بيقدر يرتبط عليها، زي لعبه كرسي كراسي. تعرفوا لعبه كرسي كراسي؟ لو بضلوا 6 كراسي محطوطات وضليت جبت مثلا 5 اشخاص، 5 بيرتبطوا، 1 بضل فاضي. طب جبت 6 اشخاص، 6 رح يقعدوا. طب بعدين جبت 10 اشخاص، كم واحد رح يقدر يقعد على الكراسي؟ 6. بس 6 بعد ذلك شان ما جبت 100 شخص، كم واحد رح يقدر يقعد؟ بس 6. نفس الاشي هم بالنسبة للإنزيم. أنا الإنزيمات بيكون في عليها عدد أكتف سايت محدد، مجرد ما أشبع هاي الأكتف سايت شو بعدين ما بزيد من كونسنتريشن ما رح يزيد عندي سرعة التفاعل. فعشان هيك بحكي لنا the leveling off. شيء leveling off يعني إنه الإنزيم بيوقف of the reaction rate at high substrate concentration. reflect شيء reflect يعني فعطيني فكرة إنه إيش بيصير في عندي saturation with substrate of all binding site. فزي ما حكينا بالنسبة لتركيز السبستريت كل ما بزيد تركيز السبستريت بالبداية رح يظل عندي velocity of reaction يزيد لحد ما أوصل لsaturation. بعد saturation خلص، أو بعد Vmax خلص. بعدين شو ما بزيد من تركيز السبستريت الرياكشن فيلوسيتي شو رح يظل فيه؟ رح يظل ثابت. اوكي، هاي شوفوا المعلومه اللي كاتبين لكم اياها. انزيم الساتوريتد، الانزيم خلص اشبعت كل الاماكن فيه، فار مور سبستريت ذان ات كان ديل ويز، يعني خلص شو بعدين ما بزيد سبستريت ما رح يقدر الانزيم يتعامل معها. فهاي لازم تعرفوها، كتير مهم انه بالبداية تركيز السبستريت كل ما بزيده سرعة الرياكشن رح تضلها تزيد، كمية البرودكت رح تضلها تزيد لتطلع عندي لحد ما اوصل الساتوريشن او اللي هو الفي ماكس لما اشبع كل الاكتف سايت. بعد هيك شو ما بزيد من السبستريت كونسنتريشن خلص سرعة التفاعل رح تضلها ثابتة لاني بوصل الفي ماكس، بوصل اقصى سرعة ممكن يشتغل فيها الانزيم. فهذا أول فاكتور بيأثر على الرياكشن فيلوسيتي. ثاني فاكتور اللي هو التمبريتشر، الحرارة، اللي بصير التالي. تتذكروا لما حكينا عن الانزيم وكيف تتحول الرياكتنت لبرودكت، حكينا في عنا الانيرجي بارير اللي هو الحاجز تبع الطاقة بالضبط تبع الترانزيشن ستيت، وحكينا انه الرياكتنت او المواد الاوليه كل ما كانت الطاقه المخزنه فيها اعلى
تقدر الرياكشن يمشي بشكل اسرع، لانه بتكون الرياكشن ايش او بتكون اسفل الطاقه تبعت الرياكتنت قريبه لطاقه الترانزيشن ستيت. تذكروا هذا الحكي حكيناه المحاضره الماضيه، انه كل ما زادت الانرجينايزد مولكيولز، كل ما زادت الطاقه المخزنه بالمولكيولز، رح يكون الرياكتنت الطاقه اللي فيه اقرب لطاقه الترانزيشن ستيت، فالبرير رح يصير اقل وتقدر الرياكتنت تتحول لبرودكت. فشو تأثير التمبريتشر بهاي الحالة؟ بحكي لنا the reaction velocity increases with temperature، يعني أنا كل ما بزيد التمبريتشر رح يزيد reaction velocity. طبعاً ليش؟ لأنه أنا لما بزيد التمبريتشر رح أزيد كمية الطاقة المخزنة جوا المواد الأولية، فبتقدر تعمل pass over the energy barrier، يعني بتقدر تتجاوز الـ energy barrier وتتحول لـ product. واضح؟ فإذا بتأثير temperature في البداية كل ما بزيد temperature رح تظلها تزيد عند الـ reaction velocity، لأني لما بزيد temperature رح أزيد عدد المولكيولز اللي فيها الطاقة الكفاية حتى تتجاوز الـ energy barrier، بتظلها تزيد سرعة التفاعل حتى أوصل بيك فيلوسيتي. أوكي؟ بعدين شو بصير؟ بعد ما أوصل البيك فيلوسيتي further elevation of temperature، يعني إذا بزيد temperature بشكل أكبر result in a decrease in reaction velocity، سرعة التفاعل إيش بصير فيها؟ بتقل، لأن لما بزيد الحرارة بشكل أكبر بيصير في عندي إشي بنسميه denaturation of enzyme. شو يعني denaturation of enzyme؟ إن الإنزيم. إيش؟ تحطيم للإنزيم. أيوة، هلأ في فرق بين كلمة تحطيم. denaturation مش يعني تحطيم، أنا ما بكسر الإنزيم، لكن الشكل بصير له denaturation، يعني بغير من طبيعته، بغير من شكله. فما بقدر يرتبط مع السبستريت. أيوة، زي بتشوه بالضبط، يعني بظل هو نفسه زي ما هو، ما بتحطم لكن شكله بتغير أو بتشوه، فبطل يقدر يرتبط مع السبستريت بشكل مناسب. فشوفوا كيف هاي الرسمة بتوضحون. بالبداية هون بتوضح العلاقة بين التمبريتشر والرياكشن فيلوسيتي. بالبداية كل أنا ما قاعد بزيد التمبريتشر مثلا من هون من 20 ل 25 ل 30 مثلا ل 35، شو قاعد بصير بسرعة التفاعل؟ بتزيد أوصل لوين؟ للبيك، للبيك فيلوسيتي. بعد هيك لما قاعد بزيد التمبريتشر من مثلا من 50 وأعلى، شو قاعد بصير بسرعة التفاعل؟ بتقل. هاي شو كاتبين لكم فوق؟ لأنه الهيت إن أكتيفيشن أوف إنزيم، لأنه بتصير الحرارة العالية تعمل ديناتوريشن للإنزيم وتعمل له إن أكتيفيشن، زي كأنها بتعطله. فمثلا شوفوا كيف هاي هون بحكي لك هذا الأزرق الإنزيم، وهاي هون عندي إيش؟ السبستريت. وبنشوف إنه السبستريت شكله ملائم لشكل الأكتيف سايت. لما بعرض الإنزيم لحرارة أعلى من 40 نشوف شكل الإنزيم إيش صار فيه؟ تغير أو تشوه. فبحكي لنا the active site of the enzyme changed shape and can no longer bind to the substrate. يعني هون شكل active site تبع الإنزيم تغير، بطل يقدر يرتبط مع السبستريت لأنه هو صار له denaturation. واضح؟ بس عشان الصبية اللي حكت لي بتحطم، شوفوا هون شو مكتوب لكم، انه بزيادة الحرارة not effect on peptide bond. هاي اسفة مش لازم هيك، هاي لازم مش بي ماشي. يعني انا ما بحطم البروتين، ما بكسر الروابط البيبتيدية بين الامينو اسيد، انا فقط بعمل له denaturation، فقط بتغير شكله. واضح؟ تمام دكتورة. تفضل. هسه لو المنحنى وصل البيك وثبت على مستوى البيك، ممكن اذا انت بطلت تعلي الحراره، يعني خلص وصلت لعند ال40، الحراره بتاع الانزيم 40
وبعديها ما عليتها أكثر من هيك خلص بوقف لهذا الحد. بس إذا بعدين رجعت عليت الحرارة رح شكل الإنزيم يصير له ديناتوريشن ويتغير. واضح؟ طيب دكتور لو رجعت خفضت الحرارة بعد ما وصلت للبيك بيرجع شكل الإنزيم زي ما كان؟ لا ما بيرجع. لا خلاص بصير له ديناتوريشن. طيب هاي ثاني فاكتور اللي حكينا هو التمبريتشر. ثالث فاكتور اللي هو الإفكت أوف بي اتش اللي هو درجة الحموضة. درجة الحموضة أو البي اتش بتأثر عن طريق تو فاكتور أو عن طريقتين. أول واحدة كيف بحكي إن البي اتش بيأثر على الأيونايزيشن أوف أكتيف سايت. إحنا بنرجع بنحكي الإنزيم هو عبارة عن بروتين، يعني هو عبارة عن أمينو أسيد، وحكينا الأكتيف سايت تبع الإنزيم هو بيحتوي على السايت تشين تبع الأمينو أسيد. وإذا بتتذكروا لما شرحنا عن الأمينو أسيد كان في عندي بعض الأمينو أسيد السايت تشين تبعها إيش ماله؟ ممكن يكتسب شحنات موجبة أو سالبة. أوكي؟ فاللي كان حمض القاعدة بالضبط. بس شو بيحكي لنا؟ The catalytic process usually requires that the enzyme and substrate have a specific chemical group in either an ionized or an ionized state. يعني في عندي بعض الأنزيمات حتى ترتبط مع السبستريت وتشتغل عليها لازم الأنزيم والسبستريت يكون في عليه جروب، يا إما تكون ionized أو تكون إيش؟ an ionized، يعني يا إما تكون عليها شحنة أو ما يكون عليها شحنة. فمثلاً for example catalytic activity may require that an amino group of the enzyme be in a protonated form. يعني بحكي لك ممكن مثالي يعني بطرح لك إنه في عندي enzyme حتى يشتغل لازم تكون الأمينو جروب تبعيته protonated. شو يعني protonated؟ موجبة عليها بروتون زيادة أو الH plus وتكون شحنتها موجبة. طيب أنا هاي الإنزيم اللي ما بيشتغل وما بيسرع التفاعل إلا إذا كان مشحون، إذا جبته وحطيته بالكلاين بي اتش، شو يعني الكلاين بي اتش؟ قلوي أي قاعدي. قاعدي أو قلوي بالضبط. يعني البي اتش تبعيته عالية ولا قليلة؟ عالية. عالية يعني فيه طيب يعني فيه الاتش بلا فيه ايش بكون الوسط فيه اتش بلس ولا او اتش ماينس؟ او اتش ماينس. او اتش ماينس بكون فيه او اتش ماينس. طب اذا جبت انا هذا الامينو اسيد اللي ما اذا جبت اسفي هذا الانزيم اللي ما بيشتغل الا حتى تكون الامينو جروب موجبه، جبتها وحطيتها بوسط قاعدي اللي مليان او اتش ماينس، شو راح يصير؟ هل رح ينشحن؟ ما حيشحن. ما رح ينشحن أصلاً. لما بجيب هذا الإنزيم وبحطه بوسط قاعدي الأتش بلس اللي عليه رح يخسرها، ولشو رح يتحول؟ لأن أتش تو وما رح يكون عليه شحنة. فبهاي الحالة هل رح يشتغل؟ لا لا. بالتالي سرعته أو تأثيره على الرياكشن رح تكون قليلة، ديكلاينز يعني بقل. فبيحكي إن هذا الإنزيم اللي ما بيشتغل حتى لا اللي لازم تكون شحنته موجبة at alkaline pH بالوسط القاعدي this group is deprotonated. D يعني بتشيل عن البروتون، يعني بصير شكله الأمينو جروب بصير شكلها NH2. فإذا تحولت لNH2 the rate of the reaction رح يصير له decline، رح يقل. واضح؟ فهذا تأثير البي اتش. أول تأثير للبي اتش إنه في بعض الإنزيمات حتى تشتغل لازم بالشكل الأيونايز أو الأن أيونايز. فهون طرحوا لنا مثال إنه في بعض الإنزيمات حتى تشتغل لازم تكون أيونايز عليها شحنة موجبة، إذا جتها وحطتها بوسط قاعدي الشحن الموجب اللي عليها رح يخسرها لأنه رح يصير له ديبروتونيتد، فبالتالي سرعته على التفاعل أو تأثيره على التفاعل رح يتقل. ثاني تأثير للبي اتش ما غير الأيونايزيشن اللي قبل شوي حكينا عنه، كمان البي اتش بتأثر على الإنزيم ديناتوريشن. يعني كيف؟
بحكي لنا extremes of pH. شو يعني extremes؟ هل ترى شو يعني كلمة extreme؟ اللي هو حد مرتفع من الـ pH. بالضبط. extremes of pH يعني يا إما pH عالي كثير أو pH قليل كثير. الاكستريمز يعني ايش؟ يعني زي ما بيحكوا نهايات الاشياء، سواء بالإشي القليل او بالإشي العالي. فاذا جبت الانزيم وحطيته بي اتش كثير حمضي ممكن يصير له دي ناتوريشن، او اذا جبته وحطيته بوسط كثير قاعدي كمان شو راح يصير له؟ راح يصير له دي ناتوريشن. فعشان كده بحكي لنا extremes of pH can lead to denaturation of the enzyme. فأنا مثلاً هاي عندي إنزيم وهنا هذا المنحنى الـ pH وهاي الـ rate of the reaction. فهون لما الـ pH كثير قليلة شو حط لنا؟ إنزيم is denaturated. ولما هون كانت الـ pH كثير عالية كمان شو صار للإنزيم؟ كمان صار له denaturated. كل إنزيم في له optimum pH. شو يعني optimum pH؟ حد معين من pH. يعني أحسن. أيوة بالضبط. الأحسن pH يشتغل عليها الإنزيم بشكل سريع. فمثلاً هاي pH، هذا إنزيم هو افتراضي مثال، هاي له optimum pH هون. أوكي؟ إذا هذا الإنزيم عرضته ل قاعدة واطية كثير أو آسفة لبيئة قيمتها قليلة كثير أو لبيئة قيمتها عالية بيصير له denaturation. فهذا ثاني تأثير على الإنزيم. وأصلا تتذكروا لما حكينا عن البيبتايد بوند، حكينا البيبتايد بوند ممكن تتكسر إذا عرضناها لسترونج pH أو سترونج، إذا عرضناها لسترونج بيس أو سترونج أسيد at high temperature. أوكي؟ فإذا أنا عرضتها البروتين أو الإنزيم أسفل لبي اتش سواء كان عالي كثير أو قليل كثير بيصير له denaturation. وبرجع بعيد، كل إنزيم في له optimum pH اللي هي البي اتش المثلى اللي بيشتغل عليها بأعلى ريت. هاي الرسمة اللي هون بتوضح كيف البروتين بيصير له denaturation على البي اتش أو التمبريتشر اللي قبل شوي شرحنا عنها. فمثلا هاي الصورة أسفة بتوضح هذا الإنزيم اللي هو الفانكشنال إنزيم، وهون في عليه هذول اللي كلهم اسمها الأكتيف سايت، وهذا هون السبستريت. بنشوف إنه هاي الأماكن اللي على السبستريت هيتها هون وهون وهون شكلها ملائم بحيث تيجي ترتبط مع الأكتيف سايت تبع الإنزيم. لكن بصورة بي هون أنا عرضت الإنزيم ل extremes pH أو لحرارة عالية، فشو صار عندي؟ denaturated enzyme. يعني نشوف شكله إيش ماله؟ فك. فمنشوف هاي الأجزاء الactive site لونهم أصفر وأحمر شو صار فيهم؟ بعدوا عن بعض. بالضبط. فهل هون بقدر substrate يرتبط مع الactive site؟ لا. لا. أوكي. لأن الإنزيم صار له denaturation. هلا زي قبل شوي حكيت لكم المعلومة إنه كل إنزيم في إله optimum pH. ف pH optimum varies for different enzymes. يعني ال optimum pH بتختلف لإنزيمات مختلفة. يعني في إنزيم بيشتغل أو إله ال pH المثلى مقدارها 2، بالمقابل في إنزيم ثاني ال pH المثلى إله مثلاً 6. أوكي؟ فأنا مش كل الإنزيمات بتشتغل على pH مثلاً مقداره 7. كل إنزيم له optimum pH بتختلف عن الثاني. فمثلاً هون عندي البيبسين، إنزيم البيبسين وين موجود هذا؟ تعرفوا؟ بالمعدة؟ أو لا بالأمعاء. لا صح، بالمعدة. هذا بالمعدة. البيبسين مثلاً optimum pH له 2. إحنا بنعرف لما تكون pH 2 الوسط حمضي ولا قاعدي؟ حمضي. فمنشوف إنه عشان هيك هو موجود بالمعدة. إحنا بنعرف المعدة شو وسطها؟ حمضي. فالبيبسين الأوبتيمم بي اتش له 2. بالمقابل عندي هون إنزيم اسمه التريبسين، هذا من البنكرياتيك إنزيم اللي بيكون بالأمعاء. الأوبتيمم بي اتش له قديش مقدارها؟ العادة 6 ممكن يكون تقريبا. والألكالين فوسفيتاز هذا الإنزيم البي اتش له تقريبا مقدارها 8 أو 8 ونص. أوكي؟
فالمعلومة جدا مهم نعرفها إنه the pH optimum varies for different enzymes. يعني الإنزيمات كلها ما بتشتغل بشكل عالي على نفس الإنزيم على نفس ال pH قصدي. ال pH optimum تختلف من إنزيم لإنزيم. هاي بالنسبة لهاي المحاضرة. هلأ من يجي على الثانية اللي أصلاً بتعتمد على المحاضرة الأولى بشكل يعني أنا مش عارفة طلاب أصلاً متأخرين تا يطلبوا الجوين على على الميتينج وفايتين متأخرين على المحاضرة. دكتورة أنت عاملة تيم جديد صح؟ عملنا المحاضرة الماضية اللي حضر المحاضرة الماضية. طب أنا حضرتها وما كان في زي تيم جديد. كيف؟ يعني كانت أول مرة بطلب الانضمام اليوم. طب إحنا المحاضرة الماضية طلاب ما فاتوا غير لما طلبوا انضمام. يعني مستحيل. المحاضرة الماضية أوكي طلبت انضمام بس ما كان إنه في زي هيك زي خانة بكبس عليها. وانتي لازم تقبليني بالتيمز. المرة الماضية فتت عادي مباشرة. بتكوني طلبتها قبل وقت مستحيل لأنه ما في طالب بيقدر يفوت أو أي حدا غير تعمل له أكسبت. آه ممكن. أوكي يعني مستحيل. آه. طيب. دكتورة في إنزيمات مش مشحونة. أكيد آه في إنزيمات لأنه حكينا في إنزيمات بيكون السايد تشين لها مش شرط تكون عليها شحنات. اوكي طيب هلا بدنا نكمل على الانزيم وحكيت لكم محاضره اليوم كثير مهم نركز فيها واصلا كلها بتعتمد على اللي شرحناه المره الماضيه بالنسبه للانرجي اوف اكتيفيشن. في عندي علماء اسمهم ميخالس منتن يعني علماء اثنين واحد هو ميخالس وواحد منتن عملوا معادله اسمها ميخالس منتن اكويشن وعملوا موديل. هذا الموديل بفسر كيف الإنزيم بيسرع الكيميكال رياكشن. فthe model proposed of enzyme catalytic reaction is يعني شو الموديل النموذج اللي بوضح كيف أنا بتسرع الإنزيم بيشتغل على السبستريت. هون بيكون في عندي الإنزيم لحاله والسبستريت لحاله وحكينا هاي الخطوة إيش مالها ريفيرسبل. إيش اسمك أنت؟ بشرى. بشرة ريفيرسبل وبتكون عندي الانزيم سبستريت كومبلكس وبعدين الانزيم سبستريت كومبلكس بتحول عندي لانزيم وبرودكت. فانه هذول الكيميكال رياكشن في دائما العمليات الكيميائيه في لها ثوابت التفاعل اوكي. فمثلا حتى الانزيم والسبستريت يتحول لانزيم سبستريت كومبلكس في عندي ثابت تفاعل اللي هو اسمه K1 والإنزيم سبستريت كومبلكس حتى يتحول لإنزيم برودكت في عندي ثابت تفاعل ثاني اسمه K2. فمفاتيح هذا الموديل بحكي لك الأس هو اختصار للسبستريت، الإي اختصار لإنزيم، البي اختصار للبرودكت، وهاي الكي كلهم هم عبارة عن ريت كونستنت ثوابت التفاعل. طيب حكينا هذا الموديل اللي قبل شوي اللي يعني بيفسر او بعطي صوره كيف الانزيم بيسرع الكيميكال رياكشن. هلا من هذا الموديل عملوا عندي ايكويشن معادله اسمها ميخالس منتن ايكويشن. هاي المعادله describes how reaction velocity varies with substrate concentration. يعني هاي المعادله بتفسر كيف الرياكشن فيلوسيتي كيف سرعه التفاعل تتغير مع السبستريت كونسنتريشن كيف تتغير مع تركيز السبستريت. فطلعت عندي هاي المعادله اوكي اللي هي V0 اللي هي سرعه التفاعل على اي تركيز من السبستريت تساوي الفي ماكس مضروبه في تركيز السبستريت. احنا بنعرف هذول السهمين اللي بيكون شكلهم هيك يعني تركيز مقسومه على KM زائد تركيز السبستريت. فبنشوف V0 هي velocity of the reaction at certain substrate concentration
يعني لما بيكون تركيز السبستريت مقداره 5 جدلا قديش بتكون سرعة التفاعل؟ لما بيكون مقدار السبستريت 10 قديش بتكون سرعة التفاعل؟ هذا المقصود بالمعادلة. فإذا الـ V0 هاي الـ velocity of the reaction at certain substrate concentration. الـ V max اللي هي إيش؟ الـ maximum velocity اللي هي أقصى سرعة بيقدر يشتغل عليها الإنزيم وبعديها خلاص بيوقف وما بتزيد سرعة التفاعل. الـ Km constant اللي هو ثابت التفاعل، وأنا هاي بحكي لكم هذا ما رح أرجع أعيده، كنت ركزوا الـ Km هو ثابت التفاعل. وزي ما حكينا هاي اللي بين قوسين بهذا الشكل وS هي الـ concentration of substrate. هاي المعادلة رح نشرح أشياء عليها بالتفصيل. أول إشي الـ Km اللي هو ثابت التفاعل بدنا نحكي عنه characteristic، بدنا نحكي صفات هاي الـ Km. فالـ Km اللي هي بيحكوا لها the ميخالس constant اللي هي ثابت الميخالس الإكواشن اللي قبل شوي حكينا عنها is characteristic of an enzyme and its particular substrate. يعني هاي الـ Km characteristic صفة خاصة لكل إنزيم مع السبستريت تبعها. ذكر بالمحاضرة الماضية حكينا كل إنزيم بيرتبط مع كم سبستريت؟ واحد أو بضعة من سبستريت واحد أو كمية قليلة بكل الستركتر تبعهم إيش ماله؟ متشابه. فالـ Km هو ثابت التفاعل وهو كاركترستيك صفة خاصة لكل إنزيم مع السبستريت تبعه. طيب الـ Km بيعطيني فكرة عن شو؟ بيحكي لنا it reflects the affinity of the enzyme for that substrate. يعني الـ Km reflects انعكاس بيعطيني فكرة عن الجاذبية بين الإنزيم والسبستريت تبعه. رح نشوف كمان شوي كيف إذا الـ Km هل كانت أعلى أو كانت أقل كيف تعطيني فكرة عن الجاذبية. لكن بدي أعرف إن الـ Km هي reflect تعطيني فكرة على الأفينيتي الجاذبية بين الإنزيم والسبستريت. السبستريت طيب هل الـ Km حكينا هي ثابت التفاعل وهو رقم. طب هو كرقم مساوي لشو؟ يحكي لنا Km السبستريت. لحظة شوي، الـ Km is numerically رقميا عبارة عن equal to the substrate concentration. يعني هو مساوي لتركيز السبستريت لما بتكون الرياكشن فيلوسيتي قديش مقدارها؟ نص. يعني لما بيكون الانزيم بيشتغل على قيمه او سرعه تفاعل سرعه شغله مساويه لنص الفي ماكس بهذا الظرف تركيز السبستريت بكون او الـ Km رقمها او كقيمه مساويه للسبستريت كونسنتريشن. كيف بدي ارجع لهي المعادله واحكي لكم. هلا هاي المعادله حكينا بتفسر قديش عندي الـ velocity of reaction at certain substrate concentration. هذا هو الشيء الاساسي من هاي المعادله، لان تركيز معين من السبستريت قديش بيكون سرعة التفاعل. فبيحكي لنا نفرض انه عندي سرعة التفاعل بحالة معينة هاي يعني الـ V0 كان مقدارها نص الـ V max. يعني V max على قديش؟ على اثنين. هون بدي اوضح لكم ايش يعني الـ Km قيمتها شو تساوي. اوكي فبيحكي لنا إذا كانت سرعة التفاعل Vmax على 2، فإذا Vmax على 2 نص الـ Vmax تساوي Vmax نفس هاي الجهة مضروبة بتركيز السبستريت على الـ Km زائد تا
التركيز السبستريت. الرياضيات هذا البسط في ماكس وهاي الجهه في ماكس مضروبه بالسبستريت، شو بصير بالفي ماكس؟ بيروحوا مع بعض، هاي الفي ماكس بتروح مع هاي الفي ماكس، بعمل ضرب تبادلي. اوكي، لما بعمل ضرب تبادلي هون هاي قديش قيمتها؟ واحد صح؟ صح. شو بصير عندي؟ بصير ناقص الكي ام زائد كي ام تساوي ناقص شوي صبايا كي ام زائد السبستريت تساوي ايش؟ اثنين في تركيز السبستريت. نفس الرياضيات لما كنا ناخذ معادلة السين والصاد بخلي الكي ام هون بطرح التركيز، وبهون بنقل تركيز السبستريت للجهة الثانية، فتركيز السبستريت 2 في تركيز السبستريت ناقص تركيز السبستريت، فالكي ام شو تساوي؟ تركيز السبستريت. طبعا هاي التفاصيل مش مطلوبة منكم، هي فقط للتوضيح. فإذا الجملة اللي قبل شوي حكينا بحكي لك كي ام كرقم كقيمة تساوي تركيز السبستريت هياتها، لكن متى؟ لما سرعة التفاعل قديش قيمتها؟ نص الفي ماكس. واضح؟ في حدا مش واضحة؟ هذا هو المقصود فيها. لما بحكي لك الكي ام كرقم هي قيمتها تساوي تركيز السبستريت لما بتكون سرعة التفاعل نص الفي ماكس. طب الكي ام هل بتختلف مع تغيير تركيز الانزيم؟ لا الكي ام doesn't vary with the concentration of enzyme، انها هي ايش؟ ثابت. اوكي، فالكي ام ما بتتغير مع تركيز الانزيم. كل هاي المعلومات عن الكي ام مهمه. اول شيء بدي اعرف انها كاركترستيك لكل انزيم مع السبستريت تبعه، انها ريفليكت الافينيتي الجاذبيه بين كل انزيم والسبستريت. كرقم هي مساوي لتركيز السبستريت لما بتكون سرعة التفاعل مساوية لنص الفي ماكس، وبدي أعرف إنها ما بتتغير مع تركيز الإنزيم. واضح؟ مس بصرت دكتورة بصرت تشرحي it reflects. it reflects يعني reflects معناها يعكس، يعني حس رح نشوف كيف إنه الكي أم بعطيني فكرة عن الجاذبية بين الإنزيم والسبستريت. يعني ورح نشرح كمان، بصير نستنى كمان شوي إذا ما وضحتش بعيد لك بالتفصيل. أوكي تمام، يعني رح شوي كمان نوضح هاي الجملة بالضبط، إنه كيف الكي أم تعطيني فكرة عن الجاذبية بين الإنزيم والسبستريت. طيب هاي هذا بالضبط، إذا كان قبل شوي برجع بعيد على المعلومة، الكي أم كرقم هي حكينا مساوي لتركيز السبستريت حتى أحصل نص الفي ماكس. طيب إذا كان الإنزيم مع السبستريت تبعه small KM يعني كقيمة الKM قليلة، هل الجاذبية بين الإنزيم والسبستريت عالية ولا الإنزيم والسبستريت قليلة؟ لا منخفضة. قليلة. منخفضة. تعكس الأفينيتي. طيب بصير أشرح لكم وأنتوا تستنتجوا، ماشي؟ أوكي. طيب يعني هل قبل شوي حكينا إنه أنا الكي ام كرقم هي تساوي تركيز السبستريت اللي بحتاجه حتى اوصل نص الفي ماكس لانزيم. طب لما بحكي انه الكي ام قليله كرقم، يعني جدا مثلا انزيم والسبستريت تبعه الكي ام مقدارها 2، اوكي قليله يعني، اذا انا بحتاج تركيز قليل من السبستريت حتى احصل نص الفي ماكس. طب لما أنا بحتاج تركيز قليل من السبستريت حتى أحصل نص الفي ماكس، فبهاي الحالة الجاذبية بين السبستريت والإنزيم عالية ولا قليلة؟ عالية. يعني أحكي لكم كيف، لما أنا مثلا معلومة معينة لما بضطر أشرحها وأعيدها بشكل كبير، الجاذبية بين هاي المعلومة وعقل المستمع رح تكون عالية ولا قليلة؟ عالية. لا لما أنا بضطر أعيد، لما أنا بضطر أعيدها كثير، فإذا الجاذبية بينهن إيش مالها؟ قليلة. لكن بالمقابل لو أنا مثلا حكيت معلومة من أول مرة
والطالب استوعبها. إذا الجاذبية بين المعلومة وعقل الطالب إيش مالها؟ عالية. عالية. قوية. بالضبط. فنفس الفكرة هون، أنا لما بحكي إنزيم إله small KM، إنزيم إله الKM قليلة، يعني أنا بحتاج تركيز قليل من السبستريت حتى أوصل نص الـ Vmax، حتى أعمل إشباع نصفي للإنزيم. فبهاي الحالة إذا أنا احتاجت تركيز قليل حتى أوصل نص الـ Vmax، فبالتالي إذا الجاذبية بين الإنزيم والسبستريت شو مالها؟ عالية. فهي بيحكي لنا بحالة كان عندي small KM، small KM reflects a high affinity between the enzyme and substrate. يعني كل ما قلت ال KM تبعت الإنزيم، فهذا يعني إنه الجاذبية بين الإنزيم والسبستريت إيش مالها؟ عالية. طبعاً ليش؟ بحكي لنا بإني because low concentration، تركيز قليل بين substrate is needed to half saturate the enzyme، بحتاجها حتى أشبع نص الإنزيم، فبالتالي بوصل إيش؟ نص الـ Vmax. بالمقابل إذا كان في لإنزيم الـ KM عالية، يعني الـ KM عالية يعني هذا الإنزيم بيحتاج تركيز عالي حتى أشبع نصه وحتى أوصل نص الـ Vmax، فكل ما احتاج التركيز أعلى حتى أوصل نص الـ Vmax، فبالتالي الجاذبية بين الإنزيم والسبستريت إيش مالها؟ رح تكون قليلة. واضح؟ فأنتوا فهموها فيهم، يعني ممكن تحفظها إنه كل ما قلت الكي أم يعني بالضبط. بس هي من هاي الفكرة إنه أنا لأنه حكينا قبل شوي الكي أم كرقم هي تساوي تركيز السبستريت اللي بحتاجه حتى أوصل نص الفي ماكس، فكل ما كانت الكي أم قليلة يعني أنا بحتاج تركيز أقل حتى أوصل نص الفي ماكس. إذا احتاج التركيز أقل يعني كأني ببذل جهد أقل حتى أوصل نص الـ Vmax، فهذا يعني إنه الجاذبية بين الإنزيم والسبستريت إيش مالها؟ عالية. بالمقابل لما إنزيم بيكون له large KM يعني أنا بحتاج تركيز أعلى أوكي حتى أوصل نص الـ Vmax، فبحتاج جهد إيش ماله؟ أعلى أوكي. لما ببذل جهد لا أسف أنا خربط لكم، رجعت حكيت هناك يعني لا، الفكرة أنه كل ما كانت الكأم قليلة أوكي يعني بحتاج تركيز أقل حتى أوصل نص الـ Vmax، يعني بحتاج جهد أقل حتى أوصل نص الـ Vmax. فبهاي الحالة الجاذبية بين الإنزيم والسبستريت إيش مالها؟ عالية. بالمقابل إذا كان في لإنزيم الكأم عالية يعني أنا بحتاج تركيز أعلى من السبستريت، يعني بحتاج جهد أعلى حتى أوصل نص الـ Vmax، فلأني بحتاج تركيز أعلى حتى أوصل نص الـ Vmax، فبهاي الحالة الجاذبية بين إنزيم والسبستريت إيش مالها؟ بتكون قليلة. بالضبط. يعني باختصار علاقة عكسية. بالضبط علاقة عكسية. بالضبط. هاي الرسمة بالضبط. الجهد كانت أوضح. إيش عادي أي سؤالك؟ إيش شو السؤال؟ هي ملاحظة إنه لما حكيتي عن الجهد صار إنه أوضح إنها إنه بتكون بأفينيتي أقل لأنه جهدها أعلى. بالضبط. أوكي. فبحكي إنه مثلاً هذا الإنزيم هون هاي إله KM واحد، وهذا الإنزيم واحد وهاي إله KM، وهاي الرسم بتوضح العلاقة بين السبستريت والرياكشن velocity. فهذا الإنزيم رقمه نمبر 1 وهذا إنزيم الخط الأحمر اللي هو نمبر 2. فبحكي لنا هذا الإنزيم اللي هو إنزيم نمبر 1 إله الKM إيش مالها؟ قليلة. فsmall KM for enzyme 1 reflect a high affinity of enzyme for the substrate. بالمقابل إنزيم رقم 2 إله الKM إيش مالها؟ عالية. بنشوف هون حاطين الـ KM عند تركيز السبستريت اللي احتاجته حتى أوصل نص الـ Vmax. أنا هذا المنحنى هون بيوضح إيش؟ تركيز السبستريت. فأنا هون عند هذا تركيز السبستريت اللي بحتاجه حتى أوصل نص الـ Vmax بتكون قيمة الـ KM. فبإنزيم 2 الـ KM عالية، فبالتالي الجاذبية بين الإنزيم والسبستريت إيش مالها؟
قليلة. طيب هلا هاي المعادلة اللي قبل شوي شرحناها، هل هي الميخالس منتن إكويشن؟ إجوا علماء ثانيين وش عملوا؟ قلبوها، يعني عملوا البسط مقام والمقام بسط، أوكي؟ فلما نقلب المعادلة ينتج عندي علاقة خطية، منحنى خطي. إحنا قبل شوي حكينا، قبل شوي شفنا، آسفة، لما أنا هنا بناء على ميخالس منتن إكويشن بحط قديش بتكون قيمة التفاعل بالنسبة للسبستريت، بشوف المنحنى إيش ماله، منحني بطلع وبعدين إيش بصير فيه، بثبت صح، لأني بوصل لفي ماكس. راحوا عملوا علاقة خطية، لما برسم العلاقة بين الفي زيرو والتركيز بيطلع عندي الخط إيش ماله مستقيم، أوكي، اللي هي العلاقة الخطية. حتى أحصل على هاي العلاقة الخطية الميخالس منتن إكويشن اللي قبل شوي شرحناها قلبوها، لما بنقلبها بينتج عندي هاي المعادلة اللي هي كالتالي. بيكون عندي واحد على V0 اللي هي سرعة التفاعل عند تركيز معين من السبستريت مساوية للKM ثابت التفاعل على VMAX مضروبة بتركيز السبستريت زائد واحد على VMAX. هاي العلاقة الخطية اسمها Line Weaver Park Plot أو بسموها Double Reciprocal Plot. هاي هي العلاقة الخطية اللي بتنتج عندي، يعني نفس الفكرة، هاي المعادلة بتبين عندي relationship of velocity to the enzyme concentration، يعني عن تركيز معين من السبستريت قديش بتكون سرعة التفاعل، لكن بشكل إيش ماله؟ مقلوب، ماشي؟ فبعمل بلوتينج للقيم هاي بيطلع عندي هذا المنحنى. هذا المنحنى اللي هون اللي نسميه الإكس أكسس بيمثل هو الواحد على تركيز السبستريت، والواي أكسس هذا اسمه الواي أكسس، أوكي، بيمثل اللي هو الواحد على في زيرو. بتتذكروا بالرياضيات لما كان عندي مثلاً صاد تساوي سين زائد خمسة مثلاً، نصير نحكي إذا قام كذا كانت قيمة سين اثنين نعوضها بالمعادلة قديش بتكون قيمة صاد؟ تتذكروا هذا الحكي؟ نفس الفكرة. قصدك الصورة. نعم. قصدك الصورة. إيش الصورة؟ صورة سين أو صورة صاد، هيك إحنا نحكيها. زب عوض الصورة. بالضبط، هي نفس الفكرة، إنه إذا كان إذا عوضت سين قديش بتكون قيمة صاد؟ فنفس الفكرة هون، إذا عوضت قيمة واحد على تركيز السبستريت عند قيمة معينة قديش بتكون قيمة واحد على V0؟ أنا حكينا هذا عندي الـ X axis وهذا الـ Y axis، فلما بتكون قيمة الواحد على مثلا تركيز السبستريت هون مثلا، خلينا نحكي هاي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة مثلا، هاي قيمتها سبعة أو رح تكون واحد على سبعة، فبتكون قيمة الواحد على الزيرو إيش؟ هون على المنحنى، أوكي؟ إذا كان قيمة الواحد على السبستريت هاي القيمة، بتكون قيمة الواحد على في زيرو هون. تتذكروا هذا الحكي كله رياضيات، يعني إذا عوضت قيمة الواحد على السبستريت بالمعادلة قديش تطلع عندي قيمة الواحد على في زيرو؟ طبعا نعرف إحنا بالعلاقات الخطية فبيكون عندي نقطة تقاطع على محور الواي أكسس، وبيكون في عندي نقطة تقاطع وين؟ على الإكس أكسس. سينا اللي هو السينا، بس إحنا نحكي عن الإكس أكسس. طيب أسألكم سؤال عن نقطة التقاطع هون، طبعا شو هاي القيمة هون؟ تذكروا قديش كانت هاي القيمة هون؟ صفر. صفر. هي صفر. صفر. طيب فإذا عند هاي النقطة اللي هون قديش قيمة الواحد على تركيز السبستريت؟ صفر. تكون صفر. وعند هاي النقطة هون قديش بيكون قيمة واحد على V0؟ صفر. صفر. أقل. صفر، مش أقل، بتكون صفر، لأنه إحنا نقطة التقاطع على محور السينات بتكون قيمة الصاد أو الواي صفر،
ونقطة التقاطع على محور الصادات أو الواي بتكون نقطة قيمة الواحد على تركيز سبستريت صفر. طيب هسه هاي نقطة التقاطع هون زي ما حكيت واحد على السبستريت بتكون صفر. طيب واحد على في زيرو قديش رح تكون تساوي؟ نيجي نعوض بالمعادلة. فبنيجي على هاي المعادلة حكينا هون واحد على السبستريت هون قديش قبل شوي حكينا قيمتها؟ صفر. أول حالة صفر. لما بحط هون صفر هاي القيمة كلها شو رح يصير فيها؟ تتصفر كلها رح تروح صح؟ لما أنا هاي واحد على تركيز السبستريت تكون قيمتها زيرو فأنا كأني بضرب صفر بالكم فكل هذا إيش رح يصير فيه؟ رح يروح. فبتضل قيمة الواحد على في زيرو شو تساوي؟ واحد على في ماكس. واحد على في ماكس. فنقطة التقاطع على محور الواي أكسس لما بتكون الواحد على تركيز السبستريت صفر قديش رح تكون قيمتها؟ واحد على في ماكس. واحد على في ماكس. بالضبط. وكل هذا رياضيات. أنا بحكيكم مش أطلب منكم كيف تطولوا الأشياء بس عشان تفهموا. فذا انترسبت بوينت، انترسبت معناها تقاطع، نقطة التقاطع على الواي أكسس قيمتها بتكون واحد على في ماكس لأنه نقطة التقاطع هون بتكون واحد على تركيز سبستريت صفر. لما بعوضها بالمعادلة بيروح عندي هاي القيمة كلياتها فبتضل واحد على في زيرو مساوية لواحد على في ماكس. واضح؟ طيب الحالة الثانية نقطة التقاطع على الإكس أكسس هون حكينا قديش بتكون قيمة الواحد على في زيرو؟ صفر. رح تكون صفر. قيمة كلها صفر. كل قيمتها بتكون صفر. فبدنا نعوض هاي الكيس رقم اثنين. واحد على في زيرو حكيتولي ايش بتكون قيمتها؟ صفر. صح؟ فيعني كل هاي القيمة ايش مالها؟ راحت. فبدي اعمل الجهتين ايش مالهم؟ تساويهم من نعملهم بالضبط يعني نقول هاي كلها صفر فبنقول إشي مكان إشي. فبصير التالي الكم على الفي ماكس بنخليها مكانها مضروبة بالسبستريت تساوي سالب واحد على في ماكس. بالضبط. وهاي الواحد على في ماكس بنقلها وين؟ على الجهة الثانية من اليساوي فبتصير سالب واحد على في ماكس. أنا هون عندي بالمقام في ماكس وهون في ماكس شو بصير فيهم؟ يروحن مع بعض. يروحن مع بعض وبنعمل هلا ضرب إيش؟ تبادل اللي هي بصير كم يساوي سالب السبستان. بالضبط. بصير عندي الكي او الله احنا بس لا هلا بدنا نعمل ضرب تبادلي بس ايش بدنا نخلي الواحد على السبستريت مكانها لانه احنا بدنا نطلع قيمه الواحد على السبستريت. اوكي فبنخلي الواحد على السبستريت فبتصير قيمه الواحد على تركيز السبستريت مساوية لسالب واحد على شو؟ كم على الكم. واضح؟ فعشان هيك نقطة التقاطع على الإكس واكسس على الإكس أكسس آسفة قديش قيمتها؟ سالب واحد على الكم. هذا بحكي لك the intercept on the X axis. intercept يعني نقطة التقاطع على الإكس أكسس قديش قيمتها مساوية؟ لسالب واحد على كم. and the intercept on the y axis نقطة التقاطع على y axis قديش قيمتها تساوي؟ نص واحد على v max. واضح؟ طبعا هذا كثير مهم لأنه سوف نشرح عليه تفاصيل شو تأثير الانهيبيتورز المثبطات على الانزيمات. دكتورة. نعم. يعطيك العافية. الله يعافيك. قد أضل عن المحاضرة؟
قديش الساعة عندك؟ نص ساعة ضل الساعة واحدة ونص. طيب احنا محاضرتنا على سنتين بتخلص. طب عادي اطلع ضروري ظرف. والله يا عزيزي يعني بالجامعة بيكون في عنا ظرف وكمان على الأونلاين بيكون في عنا ظرف. والله ما ضروري. ايش اسمك انت اللي بتحكي؟ محمد جديفة. أول مرة وآخر مرة يا محمد. تمام ما خلفتك معي دكتور. يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب هلا ما نشرح عن الانهيبيشن اوف انزايم. اوكي هلا نشرح عن الانهيبيشن اوف انزايم اكتيفيتي، يعني نشاط الانزيمات مرات بصير لهم انهيبيشن. شو يعني انهيبيشن؟ تثبيط. هذا الانهيبيشن للانزيمات ممكن يكون في عندي ريفيرسبل وإرريفيرسبل. الريفيرسبل انهيبيشن يعني الريفيرسبل غير رجع، يعني خلص بثبط الانزيم وما بقدر اشيل عنه هذا المؤثر اللي ثبطه، لانه عمليه الارتباط طبعا كيف بصير انهيبيشن عن طريق ارتباط في ماده بنسميها انهيبيتور اللي هي ماده مثبطه. اوكي يعني في عندي مواد بتكون انهيبيتورز مثبطه بترتبط مع الانزيم وبتثبط الانزيم وبتخليه غير فعال، وانا خلص بهاي الحاله تثبيط الانزيم بحاله الريفيرسبل بيكون بيرمننت. ايش يعني بيرمننت؟ حكينا دائم. بيرمننت معناها دائم، لانه الروابط بتصير بين المثبط والانزيم عن طريق البوند اللي حكينا اسمها كوفيلنت بوندز، اللي حكينا هي روابط التساهميه اللي بتكون كثير قويه. ثاني نوع من الانهيبيشن هو الريفيرسبل انهيبيشن. الريفيرسبل يعني رجعي، بهاي الحالة بيكون تثبيط الانزيم تيمبوراري بشكل مؤقت وعن طريق روابط بتكون نون كوفيلنت، روابط غير تساهمية. هلا بدنا نركز فيهم انه هذا الريفيرسبل انهيبيشن في منه كومبتيتيف ونون كومبتيتيف. يعني هذا الكومبتيتيف والنون كومبتيتيف بيندرجن تحت الريفيرسبل انهيبيشن. اوكي يعني كومبتيتيف معناها تنافسي، يعني بهاي الحاله الانهيبيتور المثبط والسبستريت بتنافس على نفس المكان على الانزيم، مشان هيك اسمهم كومبتيتيف تنافسيات. ايش اللي بتنافس؟ السبستريت والانهيبيتورز. الانهيبيتور اللي هو ايش؟ المثبط اللي بده يثبط الانزيم. اوكي انهيبيتور. فاذا الانهيبيتور اند سبستريت بتنافسوا على نفس المكان، لكن بحاله النن كومبتيتيف اللي هي غير تنافسيه الانهيبيتور والسبستريت بيرتبطن على اماكن مختلفه على الانزيم. يعني الانهيبيتور له مكان يرتبط عليه والسبستريت له مكان ثاني. فهون عندي هاي الرسمة بتوضح أنا عندي هذا الإنزيم الوضع الطبيعي، وهون مكان الأكتف سايت تبعه اللي بيرتبط عليه مين؟ السبستريت. وهذا شكل السبستريت وحطول لكم لونه تقريبا نهدي. في حالة كان عندي كومبتيتيف إنهيبيتور، منشوف الكومبتيتيف إنهيبيتور وين ارتبط؟ نفس المكان اللي فيه السبستريت. طب اسالكم سؤال، بهاي الحاله بوجود الكومبتيتيف انهيبيتور، اذا الكومبتيتيف انهيبيتور ارتبط على المكان اللي بيرتبط عليه السبستريت، هل السبستريت بيضل في له مكان ثاني يرتبط عليه؟ لا. في مكان ثاني؟ لا ما في. وين؟ ما هو خلص الكومبتيتيف يعني بتنافس على نفس المكان، يعني هيك بطلع من التفاعل. ايوه ما بصير في عندي تفاعل، ما هو اصلا اسمه انهيبيتور مثبط. اوكي تمام. طيب لما بيكون في عندي نون كومبتيتيف انهيبيتور، حكينا يعني الانهيبيتور بيرتبط على مكان ثاني على الاكتيف سايت. طيب هاي الحاله اذا كان في عندي نون كومبتيتيف انهيبيتور وارتبط مكانه، هل هذا المكان تبع السبستريت او الاكتيف سايت السبستريت بيقدر يرتبط عليه؟ لا هو المكان فاضي للسبستريت، لكن بنشوف لما ارتبط الكودن كومبتيتيف انهيبيتور شو صار بشكل الاكتيف سايت؟
فما بقدر السبستانس تغير شكل شوي شوي صبايا، تغير شكل الاكتيف سايت. فلما تغير شكله ارتباطه مع السبستريت هل صار قوي ولا ضعيف؟ ضعيف 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 صار ضعيف. هذا كله بنشرح هسه ورح نعيده كمان شوي بس عشان تمهيد للي نشرحه كمان شوي. دكتور سؤال تفضل. بس مش من طرق الرابط السبستريت المفتاح والموديفيكيشن تعديل. طب هو تغير الشكل، طب ليش ما يتغير نفس التغير؟ ما عنده خاصية هاي؟ لأنه ممكن هذا الإنزيم بس بيشتغل من ناحية اللوك أند كي، المفتاح والقفل. فمش ما هو في إنزيمات خلص لازم بهذا الشكل، وفي إنزيمات السبستريت تبعها ما بقدر يغير الشكل الأكتيف سايت بما يناسبها. يعني مثلا بهاي الحالة السبستريت هو ما بيقدر يغير شكل الإنزيم، والإنزيم ما بيقدر يتغير بناء على شكل السبستريت. أوكي؟ يعني السبستريت منه ما مش يعني محوش الطريقتين بس طريقة واحدة. أيوة بالضبط، كل إنزيم له طريقة واحدة ما بيكون في عنده الشغلتين. أوكي؟ تمام. طيب فإذا برجع بعيد، بحالة الكومبتيتيف إنهيبيتور بيكون عندي الإنزيم والسبستريت بتنافسن على نفس المكان يرتبطن عليه، بالمقابل بحالة النون كومبتيتيف إنهيبيتور بتنافسن على مكانين مختلفات. فهلا تفضل. الحالة الثانية اللي حكيتيها أنت إنه كل إشي له موقع، يعني بقدروا اثنين يرتبطوا مع الإنزيم، لكن هسه ممكن إنه ينطيني شكل مثلاً ما راح الإنزيم يشتغل شغله مدام هيك، مدام في إشي تثبيط ولا لا؟ أكيد، مع إنه مثبط راح يثبط من شغله. هلا راح نشوف إنه هون بنشوف زي ما حكينا بالحالة الثانية اللي هي هون النون كومبتيتيف إنهيبيتور ارتبط المثبط، شكل الأكتيف سايت تغير، ارتباط السبستريت مع الإنزيم صار ضعيف، فبالتالي الإنزيم شغله رح يقل لأنه إيش ارتباطه مع السبستريت قليل. لكن كمان شوي رح نشوف كيف الكومبتيتيف إنهيبيتر والنن كومبتيتيف إنهيبيتر بيأثرن على الفي ماكس تبع الإنزيم، وكيف بيأثرن على الكي أم تبع الإنزيم. ماشي؟ واضح؟ واضح. يعني أنا بحالة النون كومبتيتيف إنهيبيتور لأنه تغير شكل الأكتيف سايت، السبستريت بيرتبط مع الإنزيم بس لكن رح يرتبط معاه بشكل ضعيف. أوكي؟ ورح نشوف كيف رح تتغير الثوابت أو الهن الكي أم والفي ماكس بناء على نوع الإنهيبيتور. فهي أول حالة بحالة الكومبتيتيف إنهيبيشن اللي هي حكينا المنافسة إنه بيرتبط محل السبستريت بالضبط، اللي هم بيرتبطوا على بتكون في منافسة. طب برأيكم بما إنهم في بينهم منافسة على نفس المكان، إذا كان مثلاً تركيز الإنهيبيتور أعلى من السبستريت، مين رح يرتبط على الأكتيف سايت، السبستريت ولا الإنهيبيتور؟ الإنهيبيتور. كثرة الشجاعة. طيب إذا كان تركيز السبستريت هو الأعلى، أوكي؟ مين رح يرتبط؟ السبستريت ولا الإنهيبيتور؟ السبستريت. السبستريت. فإذا أنا حتى يرتبط السبستريت مدال الإنهيبيتور ما هي بتنافس على نفس المكان، أوكي؟ فبهاي الحالة الكومبيتيتيف إنهيبيتور بده يزيد عندي كمية السبستريت اللي بحتاجها حتى أوصل نص الفي ماكس، صح؟ تمام. كيف دكتورة مش فاهم؟ خلينا نعيد. هسه بدنا نشوف تأثير الكومبتيتيف إنهيبيتور والنن كومبتيتيف إنهيبيتور على الفي ماكس وعلى الكي أم. ماشي؟ تأثير الكومبتيتيف إنهيبيتور أنا بقلله لما بزيد تركيز إيش؟ السبستريت، صح؟ يعني اللي بيكون أكثر هو اللي رح يسيطر على الموقف أكثر وعلى المكان أكثر. فتأثير الكومبتيتيف إنهيبيتور بقل أو بعكسه كل ما بزيد تركيز السبستريت، أوكي؟ طيب لما أنا بزود الإنزيم بتركيز سبستريت عالي، السبستريت رح يرتبط وين؟ على الأكتيف سايت. لما يرتبط على الأكتيف سايت
الفي ماكس تبع هذا الإنزيم رح تظلها ثابتة ولا ممكن تتغير؟ نفسها رح تظلها نفسها، لأن بتنافس على نفس المكان. مجرد ما ارتبط السبستريت على الأكتف سايت خلص بيشتغل الإنزيم كالعادة وبيحصل نفس الفي ماكس. فتأثير الكومبتيتيف إنهيبيتور على الفي ماكس إنه بيخليها ثابتة، لا بيزيدها ولا بنقصها، واضح؟ بالمقابل زي ما قبل شوي حكينا، أنا حتى السبستريت يسيطر على الإنزيم وهو يرتبط مع الأكتيف سايت بدي تركيز منه إيش ماله؟ منخفض. صبايا وشباب، حتى السبستريت بما أنه السبستريت أعلى لازم يكون، بما أنه السبستريت والإنهيبيتر بتنافسن على نفس المكان، حتى السبستريت هو اللي يفوز على الإنهيبيتر ويرتبط على الأكتيف سايت بدي تركيز منه أعلى لازم يكون أعلى. ورح أحتاج تركيز سبستريت أعلى حتى أحصل نص الفي ماكس. فلما بحط إذا بدي تركيز أعلى حتى أحصل نقص الـ Vmax، إذا الـ Km تبع الإنزيم شو رح يصير فيها؟ رح تزيد ولا رح تقل؟ رح تزيد. رح تزيد. رح تزيد. ما هي الـ Km ما هو كله تراكمي. ما هو قبل شوي حكينا الـ Km كرقم شو تساوي؟ تساوي تركيز السبستريت لما بتكون تفاعل نص الـ Vmax. فإذا أنا بوجود الـ Competitive Inhibitor بدي تركيز أعلى من السبستريت حتى أحصل نص الـ Vmax، فالكي أم شو رح يصير فيها؟ رح تزيد، لأن أنا قاعد بزيد التركيز اللي بدي إياه حتى أحصل نص الـ Vmax. فالكمبتتف إنهيبيتور بيخلي الـ Vmax ثابتة، لكن الكي أم شو بصير فيها؟ رح تزيد. تزيد. واضح؟ كثير مهم تعرفوا هاي المعلومات. فالكومبتيتيف انهيبيتور بيخلي الفي ماكس ثابتة، بالمقابل كي ام راح تزيد. فهون على المنحنى الصبايا اللي فاتحين المايك، يعني لو سمحتوا انا بديش اعمل ميوت للكل عشان المشاركة. فانا هذا المنحنى اللي حكينا هون بيكون عندي الواحد على سرعة التفاعل، وهون الواحد على السبستريت، وهذا المنحنى الأزرق بحالة عدم وجود الإنهيبيتور. بتكون هون حكينا نقطة التقاطع واحد على في ماكس، ونقطة التقاطع هون سالب واحد على الكي أم. فهاي بدون إنهيبيتور، لكن إذا حطيت كومبتيتيف إنهيبيتور، حكينا بحالة الكومبتيتيف إنهيبيتور الفي ماكس شو بتظلها؟ ثابتة. فهي المنحنى الأخضر ظل عند نفس النقطة، لأنه الواحد على الفي ماكس إيش مالها؟ ثابتة. لكن نقطة التقاطع هون اللي هي بتمثل السالب واحد على الكي أم، ولأنه حكينا بوجود كومبتيتيف إنهيبيتور الكي أم رح تزيد، فأنا رح أقرب لوين؟ لا الصفر. فمنشوف المنحنى يتحرك من هون لهون، واضح؟ فإذا بحالة وجود الكومبتيتيف إنهيبيتور الفي ماكس بتضلها ثابتة، الكي أم رح تزيد عندي، والمنحنى على هذا اللاين ويفر بلوت بصير له شيفتنج وبتحرك باتجاه على الاكس اكسس باتجاه الصفر. ماشي؟ طيب بما انه هذا الانهيبيتور بزيد عندي الكي ام، فالافينيتي شو رح يصير فيها بين الانزيم والسبستريت؟ راح تقل. طبعا تنحل هاي المشكله عن طريق اني اضلني ازيد من تركيز السبستريت. ماشي؟ طيب هاي شرحناها، فبديش أرجع لكم على الرسمات كثير، المهم أنه نفهم الفكرة. طيب بالمقابل بحالة non-competitive inhibitors، بحالة non-competitive inhibitor حكينا الإنزيم بيرتبط على مكان، آسفة السبستريت بيرتبط على مكان، والإنهيبيتور المثبط بيرتبط على مكان ثاني. بما انه كل واحد منهم بيرتبط على مكان، هل مشكلة الانهيبيتور بقدر احلها عن طريق زيادة السبستريت؟ لا لا، لانه كل واحد يرتبط على مكان لحاله. ماشي؟
طب هسه نشوف شو تأثير النونكومبتيتيف انهيبيتور على الفي ماكس وعلى الكي ام. بحكي لنا تأثيرها على الفي ماكس بوجود النونكومبتيتيف انهيبيتورز الفي ماكس راح تقل. طبعا ليش؟ لأنه هون زي قبل شوي شفنا الرسمة هاي حكينا بوجود النونكومبتيتيف انهيبيتور ارتباط الانزيم مع السبستريت شو راح يصير فيها؟ ضعيف راح يكون ضعيف. فبعين الارتباط بينهم ضعيف فأكيد سرعة التفاعل شو راح يصير فيها؟ اتقل بالضبط. فأي بحكي لنا عشان هيك النونكومبتيتيف انهيبيتور تأثيره على الفي ماكس إنها بتقلل الفي ماكس. طب تأثيره على الكي ام بما إنه النونكومبتيتيف انهيبيتور هل بتنافس مع السبستريت على نفس المكان على الإنزيم يرتبطن؟ لا. لا فعشان هيك الكي ام شو راح تضلها بوجود النونكومبتيتيف نفسها بالضبط راح تضلها ثابتة. واضح؟ فهذا لازم تحفظوه عن ظهر قلب إنه بوجود الكومبتيتيف انهيبيتور الفي ماكس بتضلها ثابتة. الكومبتيتيف اللي بتنافسوا على نفس المكان يعني الفي ماكس بتضلها ثابتة والكي ام راح تزيد. بالمقابل بحالة النن كومبتيتيف انهيبيتور الفي ماكس بتقل راح تقل والكي ام شو راح تضلها؟ راح تضلها ثابتة. واضح؟ هاي الرسمة بتوضح كيف إنه على المنحنى هاي حكي المنحنى يمثل واحد على V السرعة وهون الواحد على السبستريت. أوكي هون بالحالة الأولى ما في عندي إنهيبيتور ناقص I يعني ما عندي إنهيبيتور. هون نقطة التقاطع حياتها واحد على V max وهون سالب واحد على KM. حكينا بحالة النن كومبتيتيف إنهيبيتور يعني الإنهيبيتور والسبستريت كل واحد على مكان الكي ام حكينا شو بتضلها ثابتة. فنقطة التقاطع هون إيش مالها بعدها ثابتة. لكن بوجود النن كومبتيتيف إنهيبيتور الفي ماكس شو رح حكينا رح تقل فيها رح تقل. بس لأن أنا هون بأخذ المقلوب عشان هيك القيمة طلعت لوين لفوق. إحنا نعرف مثلا الثلاث أكبر من الاثنين لكن مين أكبر النص ولا الثلث؟ النص. نص. بالضبط. فعشان هيك أنا صح بحكي بوجود النونكومبتيتيف إنهيبيتور الفي ماكس بتقل بس على المنحنى المنحنى بيطلع لفوق بوجود الإنهيبيتور لأنه أنا عندي هنا إيش بالمقلوب بأخذ القيم. واضح؟ طيب فهي بحكي لنا هون إذا بوجود النونكومبتيتيف إنهيبيتور هل مشكلة الفي ماكس رح تنحل إذا زدت السبستريت كونسنتريشن؟ لا. لا لأن ما بتنافسن على نفس المكان. لا. لأن سرعة التفاعل شو رح يصير فيها؟ رح تصير قليلة أو بطيئة. طيب لهون بكفي هو صراحة كان لازم نخلصها بس خلص لهون بكفي. المحاضرة الجاي إن شاء الله منكمل الريجوليشن اوف انزيم اكتيفيتي يعني عن طريق اكثر من ميكانيزم وان شاء الله بناخذ الكويز. واضح؟ طبعا بتمنى تخبروا كل زملائكم اي واحد بغيب عن الكويز ما رح يتم اعاده الكويز لاي طالب لاي سبب كان وما حدا يجي يحكي لي إنه أعملي 3 كويزات و4 كويزات واختاري أعلى 2 هذا إشي إلكم ما إلكم علاقة فيه. أوكي عندك كويز موعد معين بتيجي على امتحانك وبس. الآلية كيف العلامات شو بدي أعمل هذا برجع للمدرس. عليك إنه تيجي دارس وتقدم الكويز بموعده. كمان بديش هيتأخر عن المحاضرة. محاضرة 12:30 إن شاء الله تكون 12:30 ماكسيم 12:30 و5 بالقاعة. واضح؟ إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. في حدا عنده أي سؤال أو استفسار؟ طيب يعطيكم العافية وإن شاء الله نشوفكم الأحد الجاي. طبعا رح أكتب إعلان على مودل بخصوص الكويز. واضح؟ دكتورة أعطيكم أهية. تفضل. مين بحكي؟ حضرت معاذ تبيني. تفضل يا معاذ. حضرت اليوم مسجل على التيمز ولا على المودل حتنزل؟ لا إحنا كله بننزله على مودل. كله عمودة. إذا بتفتح مودل بتلاقي فيه تسجيل المحاضرات المباشرة كل مدرس بالمساق منزل تسجيل محاضرته وباسمه وبالتاريخ كمان. تمام. تيكرا دكتورة تفضلي بشرى.
راح ناخذ الوقت كله ولا بس يعني خمس دقائق او هيك؟ مش فاهمه. عيدي كويز الاحد. راح ناخذ وقت محاضره كامل؟ لا طبعا، بعدني لسه بحكي اول محاضره حسب عدد الاسئله، ماكسيمم من 10 ل 15 دقيقه بس. تمام اوكي. طيب حدا عنده كمان اي سؤال؟ طيب يعطيكم العافيه. تفضلي، في حدا عنده سؤال دكتوره؟ تفضلي تفضلي اسئله. صبية في أي سؤال؟ دكتورة تفضلي. أنا صوتك تقطع. فصل؟ دخلت. أنا كنت في المحاضرة بس طلعت. اسمعي، ببين أساس مثلا في طالب طلع أو طالبة، طب وهي الطالب الثاني، طب أنا لسه يعني تتشوفوا إني نزائح، حكيت لكم إنه خلص لا خلصنا التسجيل، وممكن ما يكون اسمكم نزل اصلا ضمن الاتندنس ليست يعني. بس اي حدا، بس معلومه، اي حدا بيفصل معنا النت خلال المحاضره كله ببين عندي يعني، ففصل لا تحكي ليهم، ببين متى دخل الطالب ومتى طلع. يعني انا مسجل حضور يعني هيك. هذا بشوف الاتندنس ليست متى فتشي ومتى طلعتي، وببين عندي متى اذا مثلا متى رجعتي دخلتي مره ثانيه على المحاضره. اوكي ما تحكي لهم يعني. نعم تمام. شكرا. طيب يعطيكم العافيه.